Please be seated. Sitting is open. The court meets تم افتتاح الجلسة. تجتمع المحكمة اليوم وستجتمع في الغد تحت الفقرة 72 وفق القانون الأساسي من أجل استماع ملاحظات الأطراف من أجل فرض التدابير المؤقتة التي قدمتها جمهورية جنوب أفريقيا في القضية المتعلقة في تطبيق اتفاقية الإبادة الجماعية، وأيضا القضية هي ضد جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. المحكمة لا تضم قادم من جنسية أي من الدولتين، ووفق الفقرة 31 من النظام المؤسس والاختيار قاض متخصص اختار جنوب أفريقيا القاضي أرنست جينيسكي، وإسرائيل اختارت القاضي أراك باراك. وكل عضو من أعضاء المحكمة قبل عليه أن يطلع بواجباته ووفق القسم، وأنه سيمارس سلطاته بطريقة حيادية ووفقا للفقرة 31 من النظام الأساسي. نفس هذا الشرط ينطبق على القاضي المتخصص. وقبل أن ندعو القاضي بونسكا والقاضي براك لإدلاء القسم ووفقا للمتعارف عليه، أود إلقاء سيلقون بعض الكلمات حول مؤهلاتهم. القاضي جيكان أرسن منسكي من جنوب أفريقيا هو قاض مكلل ومارس، وقد حصل على درجته في العلوم السياسية واللغة الإنجليزية من جامعة جنوب أفريقيا والقانون، وقد عمل كمحام. وفي 2001 تم تعيينه كقاض في المحكمة العليا في بريتوريا، وفي عام لاحق أصبح قاض في المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا، حيث أصبح نائب لوزير العدل لعوام. وفي العام 13 و 14 القاضي منسك أيضا هو أستاذ في جامعة في بريتوريا، وقد خدم كمستشار في جامعة فيتواتستان في يوهانسبرغ. القاضي منسك حصل على الكثير من أجرات الدكتوراه الفخرية. والآن نتحدث عن سيرة ومؤهلات القاضي باراك. القاضي أهران باراك وهو إسرائيلي الجنسية هو أيضا قاض مكلل وله درجة الدكتوراه من جامعة القدس، وقد خدم كعميد لكلية القانون في نفس الجامعة ما بين الفترة 1974، وتم تعيينه كقاضي في المحكمة العليا الإسرائيلية في عام 1978. قبل انضمامه للمحكمة العليا في 1995 قدم كنائب عام ما بين عام 1975 و78، وقد درس القانون في عدد من كليات القانون بما في ذلك جامعة ييل وجامعة هيبرو في القدس وجامعة رايت وين في هرتسلية في إسرائيل. القاضي باراك أيضا عمل بشكل كبير في القانون، حصل على كثير من الدرجات الفخرية، ووفقا ل ما تنص عليه الفقرة 73 من النظام الأساسي، أدعو أولا القاضي منسكي لإدلاء القسم المنصوص عليه وفق النظام المؤسس، وأدعو من الجميع الوقوف. جاج منسكي الآن القسم. I solemnly declare that I will perform أنا my duties أقسم بأنني سأقوم بواجباتي وأمارس سلطتي كقاض وبإخلاص وبنزاهة وبحيادية وبضمير حاضر. أشكر القاضي منسكي، والآن نقضي القاضي باراك لأيضا إدلاء القسم. وأيضا وفقا للنظام المؤسس أنا أقسم بأنني سوف أقوم بممارسة سلطاتي وأقوم بواجبي وممارسة سلطاتي كقاض بنزاهة وحياد وأيضا بضمير حاضر. شكرا جزيلا لك قاضي باراك، تفضلوا بالجلوس.
الآن وثقنا إدلاء القسم من قبل القاضيين وأعلنوا بأنهما قد سمي القاضين قاضيين المتخصصين وفقا فيما يتعلق بالاتفاقية الإبادة الجماعية العام 1948 في القضية المقدمة من قبل جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. والآن نتحدث عن الإجراءات. إذن في 29 من ديسمبر قدمت جنوب أفريقيا طلب إقامة دعوى ضد إسرائيل بزعم عدم الوفاء بالالتزامات ضمن اتفاقية 1948 والتي تتعلق بالإبادة الجماعية. ونحن نشير إلى هذه الاتفاقية باسم اتفاقية الإبادة الجماعية من أجل إثبات اختصاص هذا القضاء. قامت جنوب أفريقيا بتفعيل المادة 36 من النظام المؤسس والفقرة رقم 9 والتي تتعلق بإجراءات وقامت بها إسرائيل حكومة إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني والتي في صحوة الهجوم الذي جرى على إسرائيل في 7 أكتوبر عام 2023. وبالتالي تزعم جنوب أفريقيا بأن ما قامت به إسرائيل هو ذات طبيعة إبادة جماعية. وأقتبس بأنهم قاموا بنية تدمير جزء كبير من المجموعات العرقية الفلسطينية في قطاع غزة. وهذه نهاية الاقتباس. وجنوب أفريقيا تشدد على أن ما قامت بالإجراءات الإسرائيلية فشل في وفاء إسرائيل بالتزاماتها وفق الاتفاقية الإبادة الجماعية وأيضا التزامات أخرى ضمن الاتفاقية. إن الطلب يتضمن طلب إقامة الدعوة يتطلب فرض التدابير المؤقتة وفق المادة 37 و47 و57 من و75. ووفقا لجنوب أفريقيا وأقتبس بأن التدابير المؤقتة ضرورية جدا في هذه القضية من أجل حماية ضد أذى شديد على حقوق الفلسطينيين مستمر وفق الاتفاقية والذي يستمر بانتهاك وإفلات من العقاب. جنوب أفريقيا تود فرض التدابير المؤقتة من أجل حماية حقوق الفلسطينيين وحقها أيضا وفقا للاتفاقية ومنع أي ضرر تصعيد أو ضرر إضافي. سيتم قراءة الآن جزء من النص الذي قدمته جنوب أفريقيا من أجل فرض التدابير المؤقتة. المقرر أقتبس أولا بأن دولة إسرائيل عليها أن تتوقف فورا عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة وعلى دولة إسرائيل أن تتأكد من أن أي عمل وحدات عسكرية نظامية وغير نظامية تتبعها أو لها تأثير عليها أو أي أشخاص قد يكونون ضمن سيطرتها أن لا يتخذوا أي خطوات إضافية في القيام بالعمليات العسكرية. وأيضا تتخذ كل من جنوب أفريقيا ودولة إسرائيل وفقا لالتزامها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني اتخذ جميع التدابير المعقولة التي هي في حدود سلطتها من أجل إبادة الإبادة الجماعية. رابعا دولة إسرائيل ستقوم وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني وبموجب اتفاقية منع جماعة الإبادة الجماعية والمعاقبة على الامتناع عن ارتكاب أي وجميع الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية وعلى وجه الخصوص قتل أعضاء أو الأفراد والتسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير أو فرض ظروف معيشية متعمدة يقصد منها الدمار المادي كليا أو جزئيا وأيضا فرض تدابير تهدف إلى أيضا
المنع الولاداتي. يجب على دولة إسرائيل عملا بالمادة الرابعة جيم أعلاه فيما يتعلق بالفلسطينيين، توقف عن اتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها بما في ذلك إلغاء الأوامر ذات الصلة والقيود أو الحظر على المنع، الطرد والتشريد قسرا من منازلهم، والحرمان من أولا ب1 الحصول على الغذاء والماء الكافي، ب2 الحصول على المساعدة الإنسانية بما في ذلك الحصول على الوقود الكافي والمأوى والملبس والنظافة، وأيضا ب3 الإمدادات والمساعدات الطبية، وأيضا تضمن دولة إسرائيل فيما يتعلق بالفلسطينيين أن جيشها وكذلك أي وحدات مسلحة غير نظامية أو أفراد قد يتم توجيههم أو دعمهم أو التأثير عليهم بأي شكل آخر، وكذلك أي منظمات وأشخاص قد يخضعون لسلطتها بشكل بالتأثير أو بالأمر المباشر بعدم الامتناع عن ارتكاب أي أفعال موصوفة في الفقرة 4 و5 أعلاه، أو تشارك في التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية أو التآمر لارتكاب الإبادة الجماعية أو محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية أو التواطؤ في الإبادة الجماعية، وبقدر ما وإثناء قيامهم بذلك يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لمعاقبتهم وفقا للمواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. سابعا، على دولة إسرائيل أن تتخذ تدابير فعالة لمنع تدمير الأدلة المتعلقة بالادعاءات بارتكاب أفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان الحفاظ على هذه الأدلة، وتحقيقا لهذا على دولة إسرائيل أن تمتنع عن منع أو تقييد وصول بحثات تقصي الحقائق والتفويضات الدولية أو الهيئات الأخرى إلى غزة للمساعدة في ضمان الحفاظ على الأدلة المذكورة والحفاظ عليها. ثامنا، يجب على دولة إسرائيل أن تقدم تقريرا إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر وخلال أسبوع واحد واعتبارا من تاريخ هذا الأمر، وبعد ذلك على فترات منتظمة كما تأمر المحكمة حتى صدور قرار نهائي من المحكمة. تاسعا، تمتنع دولة إسرائيل عن أي إجراء وتضمن عدم اتخاذ أي إجراءات قد يؤدي إلى تفاقم النزاع المعروض أمام المحكمة أو إطالة أمده أو جعل حله أكثر صعوبة. نهاية الاقتباس، أذكر المقرر وفورا بعد هذا الطلب وطلب فرض التدابير المؤقتة، نائب الموقر قد قدم نسخة رسمية إلى حكومة إسرائيل كما أعلم الأمين العام للأمم المتحدة، ووفقا للمادة 74 الفقرة 1 من النظام الأساسي، طلب لفرض التدابير المؤقتة سيكون له أولوية على كل القضايا الأخرى، والفقرة الثانية من نفس البند تشير إلى أن المحكمة سوف تقوم بالوصول إلى قرار على قيد الإلحاح، لكن ينبغي أن يكون هذا من منطلق تحديد مرافعات شفهية لإعطاء الفرص لتقديم وجهات نظرهم، كما أن الأطراف تم إعلامهم بالتاريخ المرافعات الشفهية حيث تقدم فيها الدول ملاحظاتها على فرض التدابير المؤقتة، وبالتالي تم تحديد هذا في 15 من يناير في 10 صباحا. الآن أود أن أرحب بوفد جنوب إفريقيا وإسرائيل وحضور ممثلي هذين البلدين. سوف تسمع المحكمة المرافعات الشفهية لجنوب إفريقيا والتي قدمت طلبا لفرض التدابير المؤقتة، وستستمع لإسرائيل صباح الغد في 10 صباحا. ولغرض هذه الجولة من المرافعات الشفهية كل دولة سيتاح لها 3 ساعات وفي على جلسات، والآن الجلسة الأولى قد تطلب جنوب إفريقيا تمديدا استثنائيا بعد 1 وقبل أن أعطي الكلمة لوكيل دولة جنوب إفريقيا، ألفت انتباه الجميع بأننا في المرافعات الشفهية وفق القانون أو النظام الأساسي ومن أجل فرض التدابير المؤقتة يجب عليه أن يلتزم الأطراف بما هو ذات صلة
بفرض التدابير المؤقتة وكما هو منصوص عليه في النظام الأساسي وفقه المحكمة، ولا ينبغي عليهم أن يدخلوا في جدارة هذه القضية أو الاختصاص أمام المحكمة. الآن أعطي الكلمة لوكيل دولة جنوب أفريقيا سعادة السيد موزيك مودرن سيري، الكلمة لك سيدي. سيدتي الرئيسة، الأعضاء الموقرون للمحكمة، إنه فخر وشرف أن أقف أمامكم اليوم بالنيابة عن دولة جنوب أفريقيا. أود أن أعبر عن امتناني للمحكمة الموقرة على عقد هذه الجلسة وفي أسرع وقت ممكن من أجل النظر في طلب جنوب أفريقيا بفرض التدابير المؤقتة. وفي طلبنا وطلب جنوب أفريقيا قد لاحظت النكبة المستمرة للشعب الفلسطيني عبر الاستعمار الإسرائيلي منذ عام 1948، والذي قام بطريقة ممنهجة في تشريد وشردمة وتقسيم الشعب الفلسطيني وحرمانهم بشكل متعمد من حقوقهم المتعارف عليها دوليا، على رأسها حق تقرير المصير وحقهم أيضا المشروع عليه كعودة كاللاجئين إلى قراهم ومدنهم إلى ما هو يسمى بإسرائيل الآن، كما أيضا إسرائيل ونظامهم أيضا بقوانينه التمييز العنصري وممارساتهم التي سممت من أجل فرض الهيمنة وإخضاع الشعب الفلسطيني للتمييز العنصري على كلا طرفي الخط الأخضر. عقود من الإفلات من العقاب وفي انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان جرأت إسرائيل واعطت إسرائيل الجرأة في التكرار وتكثيف جرائمها الدولية في فلسطين. ومنذ البداية جنوب أفريقيا تدرك بأن هذه الأعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة إسرائيل وهي مرافقة للأعمال غير قانونية ضد الشعب الفلسطيني منذ العام 1948، إن الطلب يتعلق بالإبادة الجماعية وفي سياقها الأوسع ل 75 عاما من الفصل العنصري الإسرائيلي واحتلال و 16 عاما من الحصار على قطاع غزة، حصار بحد ذاته وصف من قبل الأمين من المسؤولين الأمميين بأن غزة هي عبارة عن مكان قتل للفلسطينيين. وكلجنة لإزالة التمييز العنصري وتحذيراتها في 21 من ديسمبر بأن خطاب الكراهية والتمييز وجه ضد الفلسطينيين، والذي سبب بعد قلق كبيرة ضد إسرائيل والتزاماتها والتزام أخرى في ارتكاب مبادئ جماعية في غزة. في هذا الصباح كان هنالك عدة تنبيهات بما في ذلك المقرر العام للأمم المتحدة في تقرير 73 حول فشل النظام الدولي للتحرك لمنع إبادة جماعية تتكشف في غزة. اليوم ينضم للمحكمة ممثل للدولة الفلسطينية، فلسطينيون عملوا فلسطين عمل في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك مقيمين أيضا مقيمين في غزة كانوا هنالك منذ أيام، إن المستقبل لهم ومستقبل إخوتهم الفلسطينيين الذين يزالون موجودين في غزة يعتمد على قرار الذي ستطلقه هذه المحكمة الآن. وبإذن المحكمة أطلب سعادة السيد رونالد لامونا وزير العدل في جمهورية إفريقيا لإلقاء البيان الاستهلالي لجنوب إفريقيا. أشكر وكيل جنوب إفريقيا على بيانه، والآن ندعو وزير العدل والخدمات الإصلاحية. الكلمة لك سيدي. شكرا لك السيدة الرئيسة، أعضاء المقررون في المحكمة، إنه فخر لي أن أقف أمامكم اليوم وبالنيابة عن جمهورية جنوب أفريقيا في هذه القضية الاستثنائية. ونحن نمد أيدينا إلى الشعب الفلسطيني ونقوم بذلك مع إدراك كامل لإنسانيتهم التي هي على المحك. هذا أيضاً
ما تعلمناه من مؤسسنا نيلسون مانديلا، ونحن فيما يتعلق بمنع جريمة الإبادة الجماعية وانضممنا لها في العام 1988. كانت هذه هي الروح التي انضممنا فيها للاتفاقية، وكطرف مصادق على هذه الاتفاقية هذا واجبنا تجاه الشعب الفلسطيني وأيضا تجاه الشعب الإسرائيلي. وكما ذكر آنفا، العنف والدمار في فلسطين وإسرائيل لم يبدأ في 7 أكتوبر في العام 2023، إنما الفلسطينيين قد اختبروا هذه بشكل ممنهج منذ 75 عاما، ولكن منذ 7 أكتوبر 2023 في قطاع غزة مارست إسرائيل هجوما كبيرا، برغم أنها منذ العام 2004 تحاصرهم وتقطع عنهم المياه والكهرباء. إسرائيل تدخل برا وبحرا، منعت الدخول برا وبحرا إلى غزة، هنالك فقط معبرين إلى غزة، وأخذين بعين الاعتبار السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة. إسرائيل لا تزال تعتبر من قبل المجتمع الدولي هي احتلال، جهة احتلال. جنوب إفريقيا تدين استهداف المدنيين من قبل حماس ومن غيرها من المجموعات المسلحة الفلسطينية، وأخذ أو الرهائن في 7 أكتوبر 2023. وقد عبرنا عن إدانتنا، ومؤخرا في 21 من ديسمبر لإسرائيل ثلاثة شفهيا، لا يجب أن يتم هجوم على أي أرض مهما كانت جدته، وهذا طبعا لا مبرر له ولا يعطي مبررا لانتهاك الاتفاقيات التي نحن بصددها. إسرائيل وردها على هجمة 7 أكتوبر قد تجاوزت الخطوط وأيضا انتهكت الاتفاقية، ووفقا للأدلة وجبنا نحن ووفقا للمادة الأولى من الاتفاقية، حكومة دولة إفريقيا قامت بتقديم هذه الدعوة، وجنوب إفريقيا ترحب بحقيقة بأن إسرائيل منخرطة في هذه القضية من أجل حل القضية أمام المحكمة. وبعد مراعاة دقيقة للحقائق والحيثيات وكأطراف في الاتفاقية، هذه المرافعة تتعلق بطلب جنوب إفريقيا للمحكمة لفرض التدابير المؤقتة، وستكون تركيزنا عليها تركيزا ضيقا. وأقتبس مارتن لوثر كينغ هنا عندما قال بأن أخلاق منحنى أخلاق البشري هو طويل ولكنه يؤدي إلى العدالة. لدينا فريق من المستشارين القانونيين يضم الدكتورة أديلا أسيم والسيد تيمبرغان ناتوكي والبروفيسور جون أتوغات ومستر بلينغ لغرون ومستر ماكس دوبليس وبروفيسور يوغان لو. دكتور أديلا أسيم ستقدم لنا لمحة عامة عن مخاطر الإجراءات الإبادية والأفعال الإبادة الجماعية. السيدة تيمبكا ناكوتوبي سوف تتطرق إلى النوايا الإسرائيلية ارتكاب الإبادة الجماعية، والبروفيسور جون دوغارد سوف يركز على الاختصاص بالمفيشة والاختصاص القضائي، وسوف يتم مناقشة أيضا الحقوق التي تتعرض للخطر الآن، وبنين نيغالاي سوف يقدم حجة المتعلقة بالضرر الذي يمكن إصلاحه، والبروفيسور فوغن لو سوف يتحدث عن التدابير المؤقتة. الآن أدعوك سيدتي من الموافقة على طلب الدكتورة هسيم. سعادة الدكتور شكرا. الآن ندعو الدكتورة هديلة حسيم لمخاطبة المحكمة، تفضلي. شكرا
حضرة الرئيسة والأعضاء الموقرون، إنه لشرف لي أن أمثل دولة جنوب أفريقيا في هذه القضية الاستثنائية التي تشدد على جوهر إنسانيتنا المشتركة، مثلما جاء في مقدمة اتفاقية الإبادة. واجبي أن أتوجه إلى المحكمة للحديث عن الأفعال التي أدت إلى تقديم هذا الطلب بموجب المادة 41 للنظام الأساسي للمحكمة. برأي جنوب أفريقيا، انتهكت إسرائيل المادة الثانية للاتفاقية، وذلك بارتكاب أفعال تبين نمطاً منهجياً للسلوك يمكن منه تحقيق الإبادة. اسمحوا لي أن أضع هذه الأفعال في السياق. غزة هي من جزئين من الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تحتلها إسرائيل منذ العام 67. إنها قطاع ضيق يمتد أو مساحته حوالي 365 كيلومترا مربعا، مثلما يظهر على الخارطة المعروضة الآن أمامنا. تواصل إسرائيل ممارسة سيطرتها على المساحة، المعابر، المياه الإقليمية، الكهرباء، النطاق الكهرومغناطيسي والبنى التحتية المدنية في غزة وفي المناصب الحكومية الرئيسية. مثلما ذكر معالي الوزير، الدخول والخروج براً وجواً إلى غزة ممنوع عبر معبرين تتحكم بهما إسرائيل. غزة تعتبر من الأماكن الأكثر اكتظاظاً في العالم، وفيها حوالي 2.3 مليون فلسطيني، أكثر من نصفهم تقريباً من الأطفال. خلال الأيام 96 الماضية عرضت إسرائيل غزة لما وصف بأنه أكثف حملة قصف في تاريخ الحروب المعاصرة. الفلسطينيون في غزة يقتلون بالقنابل والقصف والغارات جواً براً وبحراً، وهم معرضون لخطر الموت نتيجة الجوع والعطش والأمراض كنتيجة للحصار المستمر من إسرائيل. تدمير القرى الفلسطينية والمساعدات غير الكافية التي يسمح بوصولها إلى السكان الفلسطينيين، وعدم إمكانية توزيع المساعدة المحدودة في ظل سقوط القنابل والقذائف، هذا يجعل من غير الممكن الحصول على الضرورات الأساسية للبقاء على الحياة. مثلما أوضحت هذه المحكمة في قضية غامبيا ميانمار، وفي هذه الظروف ليس من الضروري الوصول إلى حكم نهائي حول إذا ما يشكل سلوك إسرائيل وأفعالها إبادة، ولكن من الضروري فقط أن نحدد إذا ما كان على الأقل جزء من هذه الأفعال ينطوي في إطار أو ينطوي ويدرج في إطار أحكام الاتفاقية. هذه الأفعال التي يشتكى منها تجعل واضح إن عندما ننظر إليها أن البعض منها إن لم يكن جميعها يدرج في إطار هذه الأحكام، وهذه الأفعال موثقة بالتفصيل في الطلب الذي تقدمت به جنوب أفريقيا، وتم التأكد منها من مصادر موثوقة بمعظمها أو غالبا من الأمم المتحدة، ومن غير الممكن أن أعددها جميعا. سوف أسلط الضوء على البعض منها من أجل تصوير نمط هذا السلوك الإبادي. إحصائيات الأمم المتحدة التي نعتمد عليها محدثة لغاية 9 يناير 2024. في المرافعات الشفهية سوف
نحد قدر الإمكان الاعتماد على الأدلة بالصور والفيديوهات، وسنفعل ذلك فقط عندما يكون ذلك ضروريا وبما يلتزم باحترام الشعب الفلسطيني. على هذه الخلفية أنتقل الآن لأبين كيف أن سلوك إسرائيل يشكل انتهاكا للمادة 2 ألف 2 ب 2 جيم و 2 دال للاتفاقية. الفعل الأول الذي ترتكبه إسرائيل هو القتل الجماعي للفلسطينيين في غزة بما يشكل انتهاكاً للمادة 2 ألف في الاتفاقية، مثلما فسر الأمين العام للأمم المتحدة منذ 5 أسابيع مستوى القتل على يد إسرائيل كبير لدرجة أنه ما من مكان آمن في غزة. أقف أمامكم اليوم 23,210 Palestinians have been killed. وقد قتل 23,220 فلسطينيا على يد القوات أو الجيش الإسرائيلي خلال الهجمات على مدى 3 أشهر المنصرمة. على الأقل 70% من هؤلاء من النساء والأطفال. حوالي 7,000 فلسطيني ما زالوا في عداد المفقودين، يفترض إنهم ماتوا تحت الأنقاض. يتعرض الفلسطينيون في غزة لقصف لا يتوقف أينما ذهبوا، يقتلون في منازلهم، في المكان الذي يلجؤون إليه، في المستشفيات، في المدارس، في المساجد، في الكنائس، وهم يحاولون إيجاد الغذاء والمياه لعائلاتهم، يقتلون إن لم يخلوا المكان، يقتلون في الأماكن التي لجأوا إليها، وحتى في محاولة فرارهم على الطرق التي تدعي إسرائيل أنها آمنة. القتل كبير لدرجة إن الجثث التي يتم إيجادها تدفن في مقابر جماعية من دون التعرف عليها. في الأسابيع 3 الأولى بعد 7 أكتوبر نشرت إسرائيل قصفت إسرائيل 6,000 قنبلة أسبوعيا، وهذا بمقدار 200 مرة أكثر، 2,000 قنبلة في مناطق اعتبرت آمنة للفلسطينيين، وقد استهدفت الشمال بما في ذلك مخيمات. هذه القنابل والقذائف هي من الأكثر دموية ودمارا، تسقطها الطائرات المقاتلة التي تستهدف أهدافا على الميدان، ويستخدمها أحد الجيوش التي لديه أكبر الموارد. لقد استهدفت إسرائيل وهي تعرف عدد المدنيين الذين ستقتلهم هذه القنابل. أكثر من 1,800 عائلة فلسطينية في غزة خسرت أكثر من فرد واحد من أفرادها، ومئات من العائلات عبر الأجيال محيت بالكامل من دون أن يبقى أي شخص على قيد الحياة. أمهات، آباء، أطفال، أشقاء، أجداد، خالات، أولاد عم وعمات، غالبا ما قتلوا معا. هذا القتل يضاف يشكل دمارا للحياة الفلسطينية، ويرتكب عن قصد لا يستثنى أحد ولا حتى الرضع. مستوى قتل الأطفال في غزة وصف كمقبرة للأطفال من أمين عام الأمم المتحدة. هذا الوصف الكارثي
legal, let alone humane justification. لا يبرر بأي مسوغ قانوني أو حتى إنساني. الفعل الثاني المرتكب الذي يذكر في طلب جنوب أفريقيا هو التسبب بأضرار جسدية ونفسية جسيمة ضد الفلسطينيين في غزة، ويشكل انتهاكاً للمادة الثانية ب في الاتفاقية. ولدت الهجمات أكثر من 36 ألف من الإصابات، ومجدداً بمعظمهم من النساء والأطفال. هذا في فترة انهار فيه أيضاً القطاع الصحي، وسأتطرق إلى ذلك لاحقاً في خطابي. عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال يتم توقيفهم، تغفل أعينهم، يجبرون على نزع منازلهم، يتم وضعهم في الشاحنات ويؤخذون إلى أماكن غير معروفة. معاناة الفلسطينيين الجسدية والنفسية لا يمكن نكرانها. أنتقل إلى الفعل الثالث بموجب المادة 2 جيم. فرضت إسرائيل ظروف لا تسمح بمواصلة الحياة، وهدفها تحقيق الدمار. تحقق إسرائيل ذلك بأربعة أساليب على الأقل. أولاً، من خلال النقل القسري. جبرت إسرائيل مغادرة حوالي 85% من الفلسطينيين من غزة، فما من مكان آمن يذهبون إليه. من لا يمكنهم التنقل أو يرفضون المغادرة قتلوا أو هم معرضين لخطر أن يقتلوا في منازلهم. فلسطينيون كثر نازحوا أكثر من مرة، والعائلات تضطر إلى الانتقال مراراً وتكراراً بحثاً عن الأمان. أوامر الإخلاء الأولى في 13 أكتوبر طلبت أو فرضت مغادرة أكثر من 1,000,000 شخص بمن فيهم الأطفال، المسنين، المصابين، مستشفيات بأكملها. طلب منها إجلاء حتى الأطفال الرضع في وحدات العناية الفائقة. فرضت أوامر الإخلاء الانتقال من الشمال إلى الجنوب في غضون 24 ساعة. الأمر بحد ذاته يشكل إبادة، فهو تطلب نقل فوري بأخذ فقط ما يمكن حمله من دون تقديم أي مساعدة إنسانية أو السماح بتقديمها. والمياه والوقود والغذاء ومتطلبات الحياة كانت مقطوعة عن قصد. كان ذلك يهدف إلى تدمير الشعب وتهجير الفلسطينيين. بالنسبة لفلسطينيين كثر، النقل القسري من منازلهم دائم. لقد دمرت إسرائيل حتى الآن ما يقدر ب 350 ألف منزلا على الأقل، وبذلك تترك على الأقل 500,000 فلسطيني من دون منزل يعودون إليه. المقرر الخاص لحقوق الإنسان الخاص بالنازحين يفسر أن المنازل والمساكن مسحت، وبذلك قضت على أي احتمال واقعي لعودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم. وبذلك كرر تاريخا من النقل القسري الجماعي للفلسطينيين على يد إسرائيل. ما من دلالة على حتى الآن أن إسرائيل عندها نية إعادة بناء ما تم تدميره. على العكس، الدمار يتم الاحتفال به من قبل الجيش الإسرائيلي. يصور الجنود أنفسهم وهم يحتفلون بتدمير القرى والمدن، ويرفعون العلم الإسرائيلي فوق الأنقاض، وهم يسعون إلى إعادة إقامة مستوطنات إسرائيلية على أنقاض منازل الفلسطينيين، وذلك يعني الدمار أو القضاء على حياة الفلسطينيين في غزة.
مع النقل القسري تعمدت إسرائيل التسبب بجوع وعطش وتجويع الفلسطينيين. الحملة التي تشنها إسرائيل أودت بالفلسطينيين إلى جوع شديد. حوالي 93% من السكان في غزة وصلوا إلى مستويات أزمة في الجوع. من بين كل الناس حول العالم الذين يعانون الآن من الجوع الكارثي، أكثر من 80% موجودون في غزة. الوضع سيء لدرجة أن الخبراء يتوقعون الآن أن عدد الفلسطينيين الذين سيموتون في غزة نتيجة الجوع والأمراض أكبر من الذين سيموتون جراء الغارات. ومع ذلك ما زالت إسرائيل تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين. هي لا تسمح بوصول المساعدات، وهي تقضي على إمكانية توزيعها من خلال القصف المتواصل وإعاقة الوصول. منذ 3 أيام فقط، في 8 يناير، كان هناك بعثة مخطط لها من الوكالات الأممية لتسليم مستلزمات طبية طارئة ووقود أساسي لمركز تزويد مستشفيات، تم منعها من السلطات الإسرائيلية. شكل ذلك المرة الخامسة التي تمنع فيها البعثة من الوصول منذ 26 ديسمبر. وبذلك هناك 5 مستشفيات في شمال غزة ليس عندها مستلزمات طبية. 8 شاحنات يسمح لها بالدخول ويتم الاستحواذ عليها من الجياع. ما يتم تسليمه ليس كافياً. هذه صورة شاحنة محملة بالمساعدات تصل إلى غزة. ثالثاً، تعمدت إسرائيل تسبب بظروف يحرم فيها الفلسطينيون في غزة من المأوى المناسب والمياه الصرف الصحي والنظافة والملابس. على مدى أسابيع مضت كان هناك شح في هذه المواد والمستلزمات. المياه النظيفة غير موجودة، وذلك يتسبب بنقص كبير في ما هو كاف من المياه النظيفة للشرب. وبذلك صرحت منظمة الصحة العالمية أن غزة تواجه نسبة عالية من تفشي الأوبئة والأمراض المعدية، بما فيها حالات الإسهال بين الأطفال الذين عمرهم أقل من 5 سنوات، زادت نسبتها 2000 ضعف منذ بداية الأعمال العدائية. عندما تتراكم هذه الأمور، الأمراض والجوع، فإننا ندخل في دوامة قتل أو دوامة قاتلة. الفعل الرابع المرتكب هو الاعتداء العسكري للجيش الإسرائيلي على نظام الصحي أو القطاع الصحي في غزة، الأمر الذي يجعل من الحياة غير ممكنة. مقرر الخاص الأممي حول الحق بالحصول على رعاية صحية أشار إلى أن البنى التحتية للرعاية الصحية في قطاع غزة تدهورت وتم القضاء عليها. من يصابون في غزة يحرمون من الرعاية الطبية التي من شأنها أن تنقذ حياتهم. القطاع الصحي المشلول نتيجة سنوات من الحصار لا يمكنه أن يتعامل مع كمية وحجم الإصابات. وفي النهاية، المقرر الخاص حول العنف ضد النساء والأطفال أشار إلى فعلين ترتكبهما إسرائيل يندرجان في الفئة الرابعة للأفعال التي تشكل إبادة في المادة 2 د للاتفاقية. في 22 نوفمبر حذرت من التالي:
العنف الجنسي الذي ترتكبه إسرائيل بحق النساء الفلسطينيات والأطفال والرضع يرقى ليكون فعل جريمة إبادة بموجب المادة الثانية في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بما في ذلك إجراءات تتخذ من أجل منع الولادات في المجموعة. تمنع إسرائيل تسليم المساعدات الأساسية بما فيها المستلزمات الأساسية للولادات في حالات أو في ظروف يتوقع فيها أن هناك 180 امرأة ستلد في غزة يوميا. من هذه النساء 180 تحذر أو تنذر منظمة الصحة العالمية أن 15% من شأنهن أن يعانين من تعقيدات مرتبطة بالولادة وسيحتاجن إلى رعاية صحية طبية إضافية. هذه الرعاية غير موجودة. باختصار سيدتي الرئيسة، كل هذه الأفعال على حدة ومجتمعة تشكل نمطا مدروسا لسلوك إسرائيل وتشير إلى نية ارتكاب إبادة. هذه النية واضحة من سلوك إسرائيل في استهداف الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة، استخدام الأسلحة التي تسبب دم دمارا واسع النطاق، وذلك بالإضافة إلى قنص هادف للأفراد، تحديد مناطق آمنة للفلسطينيين ليلجأوا إليها وبعد ذلك قصف هذه المناطق، حرمان الفلسطينيين من غزة من احتياجاتهم الأساسية: الغذاء، المياه، الرعاية الصحية، الوقود، الصرف الصحي، النظافة والاتصالات، تدمير البنى التحتية الاجتماعية، المنازل، المدارس، المساجد، الكنائس، المستشفيات، وقتل الفلسطينيين وإلحاق الضرر بهم وترك أعداد كبيرة من الأطفال يتامى. الإبادات الجماعية لا يتم الإعلان عنها مسبقا، ولكن هذه المحكمة أمام أسابيع من الأدلة التي تبين نمطا من السلوك ونية تبرر الاتهام بارتكاب إبادة جماعية. في قضية غامبيا ميانمار لم تتردد هذه المحكمة في فرض تدابير بالاستناد إلى الإدعاءات بأن ميانمار ترتكب أفعال إبادة ضد الروهينجا. الوقائع أمام المحكمة اليوم للأسف أوضح، ومثلما كانت الحال في قضية غامبيا ميانمار تستحق وتتطلب تدخل هذه المحكمة. يوميا هناك خسائر متزايدة لا يمكن تعويضها في الحياة والممتلكات والكرامة وإنسانية الشعب الفلسطيني. تظهر وسائل التواصل الاجتماعي عندنا صور لا يمكن أن نشاهدها بعد الآن. ما من شيء سيضع حدا لهذه الأفعال من دون أمر من المحكمة، من دون تدابير التي تعلن عنها. ستتواصل الأفعال مع العلم أن الجيش الإسرائيلي أشار إلى أنه ينوي مواصلة هذه الأفعال على مدى سنة على الأقل. بكلمات مساعد الأمين العام للأمم المتحدة في الرابع في يناير 2024، أقتبس: تظنون أن إدخال المساعدة إلى غزة سهل؟ فكروا مجددا. 3 مراحل من التفتيش قبل أن تتمكن الشاحنات من الدخول، ضياع وخط انتظار طويل، مواد كثيرة يرفض إدخالها، ممر ضيق للمشاة وليس للشاحنات، وممر آخر أغلقته المجتمعات الجائعة، قطاع تجاري مدمر، قصف متواصل، اتصالات ضعيفة، طرق متضررة،
شاحنات وقوافل يطلق النار عليها، تأخير عند نقاط التفتيش، شعب مصدوم تعب يتم وضعه في قطعة أرض تضيق. عمال هم بأنفسهم نزحوا أو قتلوا. هذا وضع غير ممكن يعيش فيه الفلسطينيون في غزة ومن يحاولون مساعدتهم. على الأعمال القتالية أن تتوقف. نهاية الاقتباس. حضرة الرئيسة وأعضاء المحكمة، بهذا أختتم جزئي فيما يخص الأفعال المرتكبة من إسرائيل. أشكركم على حسن الإصغاء وأطلب منكم أن تستمعوا إلى المحامي مكتوبي للتطرق إلى النية بارتكاب الإبادة الجماعية. نشكر السيدة حسيمة. لأن ندعو السيد مكتوبي للحديث أمام المحكمة فلتتفضل. سيدتي الرئيسة، أعضاء المحكمة الموقرون، إنه من دواعي فخري أن أقف هنا أمثل جنوب أفريقيا. سأتحدث الآن عن النية الإسرائيلية لارتكاب الإبادة الجماعية. وفي هذه المرحلة المحكمة هي من تخلص من الأدلة المتاحة بأن هنالك النية الإبادة الجماعية ومن أجل فرض التدابير المؤقتة، وطبعا هنالك تقييم لنية لارتكاب الدمار، والمحكمة يمكنها أن تبحث في هذا من منظور الإجراءات التي وصلت إلى ارتكاب أعمال جماعية ناهيك وأعمال وحشية ناهيك على الإبادة الجماعية، وهذه الإجراءات كلها ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية. سيدتي الرئيسة، جنوب أفريقيا ليست وحدها في لفت الانتباه إلى الخطاب الإبادة الجماعية للإسرائيلي ضد الشعب في غزة. 15 مقررا خاصا للأمم المتحدة و21 عضوا من مجموعة العمل الأمم المتحدة قاموا بالتحذير من أن ما يجري في قطاع غزة يعكس منظور إبادة جماعية، وأن هنالك النية لتدمير حيوات الشعب الفلسطينيين. الشعب الفلسطيني، إن إسرائيل عندها نية إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وهذا يتجلى من الطريقة التي تشن فيها إسرائيل عملياتها العسكرية، والتي وصفتها السيدة حسيم بأنها عبارة عن عمليات ممنهجة فيها تهجير بالجملة للفلسطينيين، ذهبوا فيها إلى مناطق طرد فيها وقتلوا، وأيضا الوضع القائم هو يؤدي إلى موت بطيء. نهاية الاقتباس، إن إسرائيل أيضا هنالك تتبنى نمطا واضحا في استهداف منازل ومساكن الفلسطينيين وبناهم التحتية، وأيضا القصف وقنص النساء والرجال في أماكن تواجدهم وتدمير البنى التحتية الصحية وعدم تمكين وصول المساعدات الإنسانية قدر كثير يجري. وهنالك الآن ونحن نقف هنالك 1% من الـ1% من الشعب في غزة لم يتم إيذاؤه منذ 7 أكتوبر. هذين العنصرين وحدهما أدلة كافية على نية الإبادة الجماعية عند إسرائيل الموجهة ضد الشعب الغزي. ومع هذا هنالك سمة
خاصة في هذه القضية، وهي أن القيادات الإسرائيلية السياسية وقادتها العسكرية ومن يطلعون بمناصب رسمية قاموا بطريقة ممنهجة وعلانية في الإعلان أن هنا أنهم لديهم هذه النية بارتكاب الإبادة الجماعية. وهذه الخطابات وهذه البيانات تم تكرارها من قبل الجنود على الأرض في غزة، وهم يشاركون في تدمير القتل الفلسطيني وتدمير المادي للبنى التحتية في غزة. والآن سوف نتحدث عن عنصر الثالث، إن إسرائيل ونيتها في الإبادة الجماعية متجددة ذروا في قناعتهم بأن العدو هو ليس الجناح العسكري لحماس ولا حتى حماس بشكل عام، وإنما هو مضمن في نسيج الحياة الفلسطينيين في غزة. وفي 7 أكتوبر وفي خطاب متلفز، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن الحرب على غزة وأقتبسوا عنه بأن إسرائيل قد بدأت في تطهير المجتمعات التي تسلل لها الإرهابيين وسيدفع العدو ثمنا باهظا غير مسبوق. أكثر من 2.3 مليون إنسان يعيش في غزة، وإسرائيل هي السلطة الاحتلال والتي تسيطر على غزة، وهي تسيطر على المداخل والمخارج وعلى حتى التحرك داخل غزة. وسيد نتنياهو مارس أيضا سيطرته الكاملة على قوات الإسرائيلية في حكومته. نتنياهو إذن هو طلع بالسلطة للقوة العسكرية في، ورئيس الوزراء في خطابه للقوات الإسرائيلية في 28 أكتوبر في العام 2023 وفي التحضير لاجتياح غزة حث الجنود على أن يتذكروا ما قام به ارتكاب العدو ضدكم. وهذه إشارة إلى أيضا أمر من مرجع ديني من الأمالكايت والذي تعلق بقتل النساء والأطفال، الأطفال والرضع حتى القطعان الحميرة والجمال. هذا الإشارة أو المرجعية الدينية كررها نتنياهو في رسالة إلى القوات المسلحة الإسرائيلية في 3 نوفمبر في العام 2023. سيدتي الرئيسة، دعوا كلمات رئيس الوزراء تتحدث عن نفسها. To you says our holy Bible, and we do remember, and we are fighting our. نحن نقاتل مسلحين هم الآن في غزة وفي ضواحي غزة. النائب المتحدث باسم الكنيست قد دعا بمحو قطاع غزة عن وجه الكرة الأرضية، ووافقت وزارة الدفاع في 9 أكتوبر، ووزير الدفاع السيد جالانت قدم تحديثا عمليتيا للجيش، وقال وأن إسرائيل تفرض حصارا كاملا على غزة، لن يكون هنالك لا كهرباء ولا مياه ولا وقود، وكل شيء سوف يتم قطعه لأن إسرائيل تقاتل حيوانات بشرية. وبالحديث إلى جنوده على حدود غزة، وجه الجنود بأنه قد رفع كل القيود وأن غزة لن تعود لما كانت عليه في السابق، وأنهم سنمحو كل شيء وندمر كل شيء، سوف نصل إلى كل مكان ومن دون أي قيود، لن نبقي أي شيء أحد. إن عنوان استخدام الحيوانات البشرية تم تكراره من قبل منسق الأنشطة الحكومية العسكرية، وفي 9 أكتوبر في العام 2023، والذي قال في خطاب لحماس مدير حماس وسكان غزة
أن حماس قد أصبحت تنظيم الدولة وأن مواطني غزة يحتفل برغم أنهم مروعون. وقد قال بأنه تم التعامل مع الحيوانات البشرية. وفقا لذلك فقد فرضت إسرائيل حصارا تاما على غزة وقطعت الكهرباء والمياه. قال أردتم الجحيم ستحصلون على الجحيم. اللغة الشيطنة الممنهجة جلي هنا. الحيوانات استخدام مصطلح الحيوانات البشرية كل من حماس والمدنيين أدينوا. وداخل الحكومة الإسرائيلية أيضا هذه وجهة نظر عامة. فوزير الطاقة والبنى التحتية دعا إلى منع المياه والكهرباء وأن هذا سيحصل لأبناء القتلة. إذن هذا لا يتضمن أي غموض، والقصد فيه خلق ظروف للموت للمدنيين في غزة والموت البطيء من التجويع والعطش أو حتى موت سريع بسبب القصف أو الاستهداف، ولكنه موت على أي حال. وواقع الأمر بأن وزير الأرث الإسرائيلي قال بأن على إسرائيل أن تجد طريقة أكثر إيلاما لفتك الفلسطينيين. هنالك وزراء إذن ليس فقط صوتوا في الكنيست وهم مسؤولون عن وضع السياسات الدولة، إن النية لتدمير غزة وصل إلى أعلى مستوياته على مستوى الدولة. كما قال رئيس الدولة هيرتسوك تحدث عن هذه القنابل الموجهة إلى غزة، وقد أشرنا بأن إجمالي الشعب في غزة أشار بأن الشعب الغزي كله مسؤول، وأن هذا الخطاب على أن المدنيين ليسوا مشاركين هذا غير حقيقي، وأننا سوف نقاتل حتى نكسر ظهرهم. في محاولة أخرى من قبل الرئيس الإسرائيلي لتعديل هذا الخطاب لم تتم، وهم يحملون كل فلسطينيين تبعات هجوم حماس. هذا كله يعطينا فكرة كيف يتم وضع السياسات في إسرائيل. وزير الأمن القومي الإسرائيلي كرر أيضا خطاب الرئيس بأن حماس والمدنيين هم مسؤولون بقدر متساو. وفي 10 نوفمبر في العام 2023 في مقابلة متلفزة قال بأنه عندما نقول بأن حماس ينبغي أن يتم تدميرها، هذا يعني أيضا أولئك الذين يحتفلون ويدعمون وأولئك الذين يوزعون الحلوى، كلهم إرهابيون وكلهم ينبغي أن يتم تدميرهم. هذه أوامر لارتكاب الدمار، وهذه البيانات هي ليست مفتوحة لتفسيرات مختلفة أو حتى لأي عقلنا أو إعادة تعديل من قبل إسرائيل. البيانات أطلقها مسؤولون داخل الدولة وهي بسيطة، فإذا لم تكن الخطابات هذه نيتهم فلم يكونوا ليصرحوا عنها. إن النية ارتكاب الإبادة الجماعية خلف هذه الخطابات هي ليست غامضة للجنود على الأرض، ولكنها في الواقع توجه إجراءاتهم وأفعالهم. وفي 7 ديسمبر من العام 2023 جندي إسرائيل أثبت بأنه قد فهم رسالة رئيس الوزراء، وليتذكر أيضا ما قام به ضد اليهود في الكتاب، وأنهم يعرفون دافعهم وأن عليهم أن يتبعوا الأوامر وأن يقوموا بالقضاء التام. الاستفزاز أو استخدام رئيس الوزراء لهذا الخطاب الديني لتبرير قتل المدنيين بما في ذلك الأطفال، هؤلاء هم الجنود الذين يتبنون كلمات رئيس وزرائهم. Le 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 le
الجنود الإسرائيليون داخل غزة غنوا ورقصوا في نوفمبر ومن أجل وهدفهم هو إبادة غزة. هنالك الآن أصبح متعارف عليه أن يصور الجنود أنفسهم بعد ارتكاب أعمال وحشية داخل غزة، وقد سجل أحدهم نفسه أنه فجر أكثر من 15 منزلا داخل حي الشجاعية، وهذا الجندي غنى وهو يغني قال بأننا سندمر كل خان يونس وبمن فيها، سندمر المنازل. هؤلاء هم الجنود الذين يتبعون أوامرهم. כאן מתחיל הניצחון. עם ישראל חי. قادة الجيش هم أيضا لهم نفس الهنية والعقلية. قائد الجيش الإسرائيلي يائير بن ديفيد قد أشار بأن الجيش ما قام في بيت حانون قاموا به سوف يتم تكرار ما جرى في بن حنون. جندي إسرائيل شائير نشر فيديو على خراب ما جامعة الأزهر، وذكر اقتباس بأنه في يوم من الأيام كان هنالك جماعة في جامعة في غزة. الجنود يؤمنون بوضوح بأن هذه اللغة وأن إجراءاتهم هي مقبولة، لأن تدمير حياة الفلسطينيين في غزة قد تم عرضه في سياسة الحكومة. مسؤولون أيضا إسرائيليين قد حثوا أمير زيفر وإزرا ياخين وهو محارب قديم من مذبحة دير ياسين ارتكبت في ضد الفلسطينيين في عام 1948 بالحديث إلى الجنود قبل الاجتياح البري لغزة. وفي خطابه عبر عن نفس المشاعر وهو يرتدي زين عسكري إسرائيليا، وفي جولة بسيارة عسكرية اقتبس عنه قال: اذهبوا إليهم واقضوا عليهم جميعا ولا تتركوا أحدا، اقضوا على ذكراهم، اقضوا عليهم، اقضوا على أمهاتهم، أبنائهم، أطفالهم، هؤلاء الحيوانات اللي يمكنهم أن يعيشوا بعد الآن. إذا كان جارك عربي فلا تنتظر، اذهب إلى منزله واقتله، أرده قتيلا، نود سوف نقوم باجتياحهم كما لم نجتاحهم في الماضي، سندخل وندمر كل ما هو أمامنا وندمر المنازل وندمر منزلا بعد آخر وباستخدام كل قوتنا، دمار كامل، ادخلوا ودمروا. كما ترون سوف نرى أمور لم نحلم بها سابقا، أسقطوا القنابل عليهم وامحوهم. ومؤخر في 7 يناير في عام 2024 كان هنالك جندي فيديو للجندي نشره على شبكة الإنترنت قال به فيها أن الجيش قد قام بتدمير قرية بالكامل، ولأسبوعين قال بأنهم عملوا عن كتب لي قصف القرية وتنفيذ ما أمروا به. أي إشارة إلى أن مسؤولين رفيعين ما يعرفوا ما الذي يقولونه وأن المعنى لم يفهم من الجنود على الأرض لن يكون له أي أساس. إن حجم الدمار في غزة، تدمير المساكن للمدنيين
والحرب على الأطفال كله واضح بأن نية الإبادة الجماعية كانت مفهومة وتم وضعها حيز التطبيق. لقد النية هذه نية تدمير حيوات الفلسطينيين بكل أشكالها وتجلياتها. إن الخطاب الإبادة الجماعية أيضا هو شائع داخل الكنيسة الإسرائيلية. أعضاء الكنيسة قد كرروا وطلبوا بتسطيح غزة، سحقها، إبادتها وإبادة كل من يسكنها، وقد منعوا أي شخص في أن يشعر بالأسف على غزة وبشرق، وأنه قد كرروا بأنه لا يوجد أي أبرياء في غزة، وأن قتل النساء والأطفال لا يجب أن ينظر له أيضا من على أنهم أبرياء. يجب أن يكون هناك عقاب واحد للجميع، كل من يسكن هناك، وهو الموت. وأخيرا صناع القرار قد طلبوا بعملية قصف شامل، حتى أنهم أشاروا لاستخدام الأسلحة النووية. والآن نحن بصدد نكبة تتجاوز نكبة 48. رئيس الوزراء وخطابه ذو الإبادة الجماعية قد أيضا حرض منظمات المجتمع المدني، وقد كرر أحد المغنين خطاب نتنياهو وخطابه عن العماليق، وأنه بكل بساطة علينا القضية كل من هو في غزة ونبيد كل من يعيش عليها. وهنالك شخص آخر طلب محو غزة وعدم ترك أي شخص حي. معلقين وصحفيين آخرين قالوا بأن النساء أعداء، الأطفال أعداء، الحوامل أعداء، ومن المهم أن نحول القطاع إلى مسلخ، ويجب على الجنود أن يقتلوا كل ما يوجونهم. الإبادة أيها السادة، إن الفشل حكومة إسرائيل في منع وإدانة وعقاب هذا التأجيج ذو الإبادة الجماعية بشحد ذاته يشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية الإبادة الجماعية. ويجب علينا أن نتذكر سيدتي الرئيسة بأنه في المادة الأولى من الاتفاقية إسرائيل أكدت على أن الإبادة الجماعية سواء ارتكبت في وقت السلم أو وقت الحرب هي جريمة بموجب القانون الدولي، وقد تعهدت أن تمنع وأن تعاقب من يرتكبها. هذا الفشل في منع وإدانة ومعاقبة مثل هذا الخطاب للحكومة قد خدم كخطابا للإبادة الجماعية وهدد حياة الفلسطينيين حتى داخل المجتمع الإسرائيلي. وكما قال إم كي موش السادة من حزب الليكود، قال بأن الحكومة، وطبعا شارك وجهة نظري بأن أنه يجب تدمير الفلسطينيين في غزة، وأقتبس عنه: اذهبوا إلى أي مكان ودمروهم كلهم في الكيبوتس، دمروهم كلهم. وهنالك من عارضني في مسائل سياسية قالوا لي بأنه من الواضح بأننا بحاجة إلى تدمير كل غزة، تدمير كل غزة. إسرائيل تعي تدميرها لحيوات الفلسطينيين وبناهم التحتية، وبالرغم من علمها إلا أنها استمرت وبالواقع كثفت أعمالها العمليات العسكرية في غزة. وبوعي وإدراك كامل على صحوة 7 أكتوبر، منظمات غير الحكومية والأمم المتحدة وأحذروا من كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة. وقد أشارت الأمم المتحدة بأنه يجب تمكين وصول المساعدات الإنسانية على الفور لتصل إلى مئات الآلاف من الناس الذين يحتاجون لها بأمس الحاجة. إذن منذ البداية إسرائيل عرفت بأنها تحرم المياه وتمنع المياه والطعام والفقود التي هي أساس للحياة. كل شيء تم منعه، كل شيء قطع، ويعرف بأنه حرمان الفلسطينيين من أيضا العلاج في قصف غير مسبوق، ومحرمهم من المياه والطعام وغيرها من المواد المهمة للحياة. حتى منظمة الصحة العالمية قد قالت بأننا نرجو
من أجل حماية العمليات الإنسانية. نرجو كل أولئك الذين عندهم السلطة ومن لديهم أي نفوذ من أن يمكنونا من التعامل مع هذه الكارثة الإنسانية. وبالرغم من علمها إن إسرائيل مستمرة في استهداف البنى التحتية الحيوية، مياه بنى تحتية للمياه والنظافة واللوحات الشمسية والمخابز والمحاصيل، قصفت المستشفيات، دمرت المنظومة الصحية، استهدفت العاملين في القطاع الصحي وبنى التحتية الأمم المتحدة. وبسبب سياسة إسرائيل غزة قد أصبحت مكانا للموت واليأس. في الختام سيدتي الرئيسة، هنالك أعمال وحشية كثيرة، و هم قالوا ما لا يعنونه فكلماتهم، وأن كلماتهم أخذت من سياقها، لكن من أي دولة سوف تقوم بالإثبات على نفسها نية الإبادة الجماعية؟ إن هذه القضية لا تتضمن هذا الصمت، ولكنها تكرار لخطاب الإبادة الجماعية في كل مستوى مستويات السلطة في إسرائيل. ونذكركم بأن هنالك مؤججين ومحرضين وذنية الإبادة الجماعية، على رأسهم رئيس الوزراء والرئيس الإسرائيلي ووزير الدفاع ووزير الأمن القومي ووزير الطاقة والبنى التحتية وأعضاء الكنيسة ومسؤولين عسكريين رفيع المستوى وجنود على الأرض، أن الإبادة الجماعية هي ليست على سطحة ولكنها مدمجة مضمنة النية لارتكاب الإبادة الجماعية. فهمها الجنود جيدا، وهم فهموا أيضا جيدا أنه مع الحكومة تواجه ضغوطا وأن عليها أن تفي بوعدها لعقاب الفلسطينيين. وأي اقتراح بأن مسؤولين إسرائيل لم يعنوا ما قالوه، أو لم يفهموا الجنود ما قالوه، ينبغي أن يتم رفضه من قبل هذه المحكمة. إن الأدلة وجود النية الإبادة الجماعية هي ليست فقط صارخة، وإنما هي غير ممكن المجادلة فيها. سيدتي الرئيسة، أنه من فخر الآن أطلب منكم أن تدعو السيد لو لمخاطبة المحكمة. نذكر السيد جود كاي توبي، وندعو الآن البروفيسور جون دوغارت لأخذ الكلمة. Madam President, distinguished members of the court, أعضاء المحكمة الموقرة، يشرفني أن أقف أمامكم اليوم باسم جمهورية أفريقيا جنوب أفريقيا، وسوف أتحدث عن فقه القضاء. شعب جنوب أفريقيا وشعب إسرائيل عانيا من المعاملة السيئة، ووقع اتفاقية منع الإبادة الجماعية، ولم يكن هناك أي اعتراض على المادة رقم 9 ولا عن عقوبات المسلطة على جريمة الإبادة الجماعية. هذه الاتفاقية ترمي إلى حماية الشعوب. منع الإبادة، وهناك واجبات في هذه الاتفاقية، وكذلك هناك واجبات على المجتمع الدولي ككل. أعضاء هذه الاتفاقية عليهم ليس فقط أن لا يقوموا بانتهاك هذه المعاهدة، ولكن أيضا بأن يتصدوا لمن ينتهكها من خلال هذا العمل القانوني، وهذا واضح
منذ من المادة الأولى المادة التاسعة توضح أن الدول ينبغي أن تحمي هذه الاتفاقية لحماية حقوق الإنسان وأيضا تجعلها تدخل في مفاوضات والقيام بما ينبغي القيام به، وهي ليست علاقات ثنائية بين دولة وأخرى، ولكن هي تسمح لأي دولة باسم القانون الدولي أن تلجأ إلى المحكمة المناسبة للتصدي لهذا الانتهاك. جنوب أفريقيا لم تحمل هذه القضية إلى المحكمة مباشرة، كانت تراقب مصدومة رد فعل إسرائيل على ما حدث في 7 أكتوبر، وقام يقوم الإسرائيليون بقتل غير لا يميزون فيه بين المدنيين والمحاربين، وكان هناك تصريحات عديدة بأن ما تقوم به إسرائيل أصبح يرقى إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية، وقد أدنى ما قامت به حماس بما في ذلك جرائم الحرب التي تشمل أيضا جريمة الإبادة، ومذكورة أيضا في معاهدة روما. في 17 أكتوبر قامت جنوب أفريقيا بتحويل هذا الطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل القيام بتحقيق، وبإعلان ذلك القرار الرئيس مابوزا أشار إلى فظاعة ما يحدث في غزة والذي تحولت إلى سجن مغلق ترتكب فيه هذه الجريمة، جريمة الإبادة الجماعية. نطالب بأن تدان، وقد أصبح من الواضح أن هناك خلافا بين جنوب أفريقيا وإسرائيل، ولن ينتهي هذا الخلاف إلا بتوقف العمل العسكري لإسرائيل في غزة. في 21 نوفمبر في خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولم يأتي رد من قبل إسرائيل، وقد أصبحت القضية واضحة كمسألة قانونية، وقد أنكرت إسرائيل في 6 سبتمبر أنها تقوم أو ترتكب عمل إبادة في غزة. وقبل تقديم هذا الطلب، جنوب أفريقيا تواصلت مع سفارة إسرائيل لتوضيح موقفها بأن ما تقوم به إسرائيل في غزة يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وفيها انتهاك لاتفاقية منع الإبادة الجماعية. وردت إسرائيل بطريقة لا ترضي بالشكل الكامل ملاحظات جنوب أفريقيا، وكان هناك تبادل للرسائل الإلكترونية التي تلقاها الفريق المعني في جنوب أفريقيا. في 4 يناير ردت إسرائيل تقول إن وهي تعكس فشل إسرائيل في الرد على
النقاط التي تمت إثارتها. إذن أوضح جنوب أفريقيا أنه بالنظر إلى سلوك إسرائيل في ضد الفلسطينيين في غزة، فإن القضية تظل غير محلولة ولا يمكن حلها بالعلاقات الثنائية. لذلك اقترحت جنوب أفريقيا اجتماعا في 5 يناير، وردت إسرائيل بالقول بأننا يمكن أن ننظم اجتماعا بعد هذه الجلسة الحالية. السيدة الرئيسة، هذه الوثائق موجودة في ملف القضية. إن وجود خلاف يعتمد على أحداث والوقائع. جنوب أفريقيا رفعت جنوب أفريقيا القضية أمام مجلس الأمن والجمعية العامة، ووصفتها بأنها إبادة جماعية، وكان هناك مفاوضات وتواصل دبلوماسي، وطلبت من المحكمة الجنائية الدولية أن تحقق عن كثب في الجرائم المرتكبة من قبل إسرائيل في قطاع غزة، وذلك بالاستهداف المواقع المدنية. واتهمت قادة إسرائيل بالتعبير عن نية ارتكاب جريمة إبادة جماعية، وقد أنكرت إسرائيل هذه التهم لجنوب أفريقيا. وبالرغم من هذه الاتهامات، فإن إسرائيل استمرت في ارتكاب جرائمها ضد سكان غزة، وبالنظر إلى مثل هذه الأوضاع التي تؤثر في المجتمع الدولي والإنسانية ككل، إن الأمر لا يتطلب مفاوضات كشرط للمثول أمام هذه المحكمة، ولا يمكن لدولة في موقف الدفاع أن ترفض أو تطالب عدم رفع القضية بدون مفاوضات مسبقة. وبالنظر إلى الآجال المحددة، فإن تأخير البت في هذه القضية سوف يكون له عواقب وخيمة على الضحايا الفلسطينيين. وقد نظرت المحكمة في قابلية أو إمكانية قبول هذه المحكمة، وقد تبنت المحكمة موقفا مرنا من هذه القضية، وينبغي أن يتم إظهار أن مطالبة أحد الأطراف يخالفه الطرف الآخر. ثانيا، النظر في إمكانية وجود قضية أو خلاف من خلال التصرف الطرفين. هل إن هذه القضية لها هدف يقوم على وقائع عملية؟ ورابعا، يكون هناك خلاف إذا كان هناك أدلة على أن صاحب الرد كان واعيا بأن وجهة نظره مخالفة لوجهة نظر المدعي.
من الواضح إذن أن هناك خلافا بين جنوب أفريقيا وإسرائيل. جنوب أفريقيا تعتقد بقوة أن ما تقوم به إسرائيل في غزة يرقى إلى مستوى إبادة جماعية، وإسرائيل تنفي ذلك وبأن حربها مشروعة. إذن الأعمال تدل على أن الخلاف كان موجودا منذ تاريخ تقديم الطلب من قبل جنوب أفريقيا، وقد تم إثبات ذلك من خلال استمرار الأعمال العسكرية وجرائمها في غزة. وهناك تصريحات رسمية لجنوب أفريقيا وتحويلها إلى المحكمة الجنائية الدولية للأعمال الإبادة التي تقوم بها إسرائيل. سيد الرئيس، المحكمة أشارت إلى أنه تقديم طلب لاتخاذ إجراءات احترازية كافي للنظر في هذه القضية، وقد أثبتت جنوب أفريقيا وجود خلاف بين إسرائيل وجنوب أفريقيا حول انتهاكها لمعاهدة منع الإبادة الجماعية. أخيرا، وأنه ينبغي النظر إلى اعتبارات معينة حول وجود خلاف طبقا للمادة التاسعة من معاهدة منع الإبادة الاجتماعية بين الطرفين المدعي والمدعى عليه. شكرا على أعضاء المحكمة لانتباههم، وأود أن أطلب منكم دعوة البروفيسور مات للتحدث عن طبيعة الحقوق التي تحتاج إلى الحماية والإجراءات المطلوب اتخاذها. شكرا لكم. أشكرك بروفيسور دوغارت. قبل أن نعطي الكلمة للمتحدث التالي سوف نأخذ استراحة قصيرة.